لو الحكاية فيها إن فيتو قدمنا شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية وبناء عليه تحددت احتياجات الشركات وحددوا ميزانيتهم للتعيينات. بناء عليه اتكلمونا اختبرنا نجحنا في الاختبارات وكشفنا طبي نجحنا في الكشف الطبي وبناء عليه تم تحديد موعد للكومسيون اجتزنا الكومسيون الطبي وصدر لنا قرارات مجلس إدارة بالتعيين صدر لنا قرارات مجلس إدارة بالتعيين وبعد ما طلعوا قرارات مجلس إدارة بالتعيين ما استلمناش المواعيد بتاعتنا وأعلن الوزير إيقاف التعيينات في الكهرباء وهذا القرار غير قانوني إحنا بنطالب بتسليمنا عملنا فارغ وإن إيقاف التعيينات لمن اجتزل الاختبارات وصدر له قرار مجلس إدارة غير قانوني. شكرا. في ناس كانت عاملة مسابقة عندهم في الشركات إحنا ماضيين عقود وعاملين ملفات يعني مخلصين كل إجراءات التعيين وكشفين طبي خلصين كل اجراءات خلاص مش عارف انت عامل دلوقتي بقى لنا سنتين بنيجي قدام الوزاره ما بنعملش وقفه احتجاجيه ولا بنعمل مظاهرات احنا بنيجي نطالب في شهر 7 نيجي في شهر 7 ولا في شهر 1 نيجي في شهر 1 4 7 احنا سيبنا كل شغلنا اللي كنا شغالين في الشركات الثانيه سيبناه بناء على ان احنا نزل اجراءات اسبوع بقى لنا سنتين واقفين مش عارفين نستلم اي تعيينات خالص خراب وسليم صغار تعيين الناس اللي ورانا دلوقتي خلي رئيس الوزراء دلوقتي ما استلمناش اي تعيينات ايه سبب عدم استلام التعيينات حضرتك لما نيجي هنا ولا عندنا